المهرجانات والراب بجد؟ اه لا انا ما قلتش ان دي حاجه وطنيه، لا خلي بالك ان انا قلت ايه. انا بتكلم على انه في الوان معينه من من الفن لو الانسان اللي هو بيعملها ما اتجددش هتروح. ده كل انواع الفن، كل انواع الفن. واتكلمت على انه بدليل انه المهرجانات بشكل او باخر حصل ان هي ما بقتش زي الاول. فانا ما عنديش، وعلى فكره انا الحاجات الحلوه من المهرجانات انا بحبها جدا. وفي ناس زعلت مني ولا وانت مش عارف ايه وهجموني انا. زعلوا وردوا. انا بالنسبه لي ضحكت وصعب عليهم جدا. في واحد انا قلت ان هو رقم واحد على كل المنصات، بس انا فعلا ما اعرفش هو بيغني ايه. وعلى فكره انا ابني بيحبه جدا وحافظ كل اغانيه ده بجد، بس انا فعلا عمري ما سمعته. مش تقليلا ليه، بالعكس يعني. ولو انا تقليلا ليه هقول ان هو نمره واحد على كل كل المنصات ده بجد، هو رقم واحد على كل المنصات. والجيل الصغير كله 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 بمختلف الطبقات بيسمعوا الناس اللي شبهه وما يعرفوش اغانينا احنا. انا بتكلم على اللون، لو اللون مش حقيقي، لو اللون مبني على الفرقعه. الفرقعه بتبقى زي ما بيقولوا تبقى لحظيه وترند وبيختفي. انت شايف المهرجانات جزء كبير منها فرقعه؟ ده بالعكس، المهرجانات عامه ده لون جديد ولون مصري اصيل، خلي بالك. ايوه وحاجه ده اللي بقصده. لون مصري اصيل وحاجه بتاعتنا قوي وبتاعت الشارع قوي قوي. ده اللي بقصده. الفكره ايه؟ ان انت لو فضلت تكرر نفس اللي انت بتقوله كل مره خلاص بنفس الطريقه بنفس يلا الشكل. دور على افكار مختلفه، اعمل على اعمل حاجات جديده عشان تقدر ان انت تحافظ على فنك ده انه يبقى فن. وخلي بالك انا قلت في الراب كمان قلت اللي لازم اللي هيعرف يكمل هو اللي هيكمل، ان هو يفضل يبقى مختلف. والمهرجانات نفس القصه، والفن كله نفس القصه. الحاجه اللي هتفرقع شويه الحاجه اللي هي مش جايه من جواك. فانت ممكن انت تبقى في اول مشوارك كنت بتعمل حاجات طالعه من جواك، وبعد كده ابتديت ان انت تتاثر بالمحيط اللي حواليك فانت بقيت تعمل حاجات كلها شبه بعض. ما كنتش قاصد صراع واتجرت له بشكل غير مقصود خالص خالص، بالعكس انا بتكلم منتهى حسن النيه. طب ليه لما ردوا بالشكل ده ما ردتهمش؟ انا براضيهم هو دلوقتي ماشي يعني، انا براضيهم دلوقتي يعني، انا مثلا براضيهم جدا بالعكس يعني. هم الناس اللي هو رقم واحد على كل المنصات. انت رقم واحد على كل المنصات، انت ناجح جدا 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 عصام صاصا، وراجل جميل وراجل لطيف جدا وراجل محترم. هو صعب عليه جدا. انا والله مش قصدي حاجه فعلا بالعكس، انا بقول له انا ابني بجد بجد بيحبك جدا وبيسمعك هو كل اصحابه بجد. وانت فعلا رقم واحد، دي حاجة ما ننكرهاش. ما فيش اي تقليل احترام. وبالنسبة للناس التانية حمو شاكوش مثلا يعني بالعكس، انا يعني انا حسن بحبه جدا ومؤمن جدا بموهبته وعارف ان هو جامد جدا. وبالعكس انا بقول له ده انا يعني قابلته قلت له عايزك بقى يلا تركز واعمل حاجات مختلفة وكسر الدنيا. فانا قصدي ان هو بالعكس لما يقول ان احنا هنكسر الدنيا وهنوريك يا ريت بالعكس. انا مش بهاجم حد ولا بقى ولا بقى يعني. القصه لما الامور بتتشخصن بتبقى مش حلوه. ايوه طب بالعكس انا 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 بالنسبه لي كان تصريح غريب جدا، غريب على شخصيه عسيلي. بالعكس انا ما قلتش حاجه والله يعني، غريب على حد اصلا لونه جديد وفريش وعنده لون بتاعه لوحده. بالعكس انا لا احجر على اي نوع من الفن، وكنت حتى يعني انا اقبل ده من مطرب. وخلي بالك انا كنت من اكثر المنتقدين لمنع المهرجانات والقصه دي، ده غلط جدا 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 ان انت ما ينفعش تمنع فن. انا ضد التجمد في الفكر، بالعكس ده انا قلبي عليهم يعني. انا بالعكس انا عايز الدنيا، عايزك تبقى اقوى وعايزك تبقى انجح وعايزك تبقى اجمد.